مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 31/7/2023. الحقيقه انه رغم انه في يعني عدد من الاخبار الطيبه، الا انه احنا ملتزمين مع حضراتكم بما وعدنا انه هيبقى في كل يوم فقره حوار عن المتنيح مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117. وزي ما دايما بنفكر حضراتكم أنه بكرة وبعده من 9 الصبح لـ4 بعد الظهر عندنا جوه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في قاعة الاحتفالات بالمركز عندنا المؤتمر العلمي البحثي، وهنكون كلنا موجودين نشوف ونستعرض الفقرات الحلوة والأبحاث اللي بتتقدم والفعاليات. أما يوم الخميس فهترفع الستار 8 مساء بالضبط بالمسرح الكبير بقاعة المنارة للاحتفالات بدعوات شخصية تطلب من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. ده الاحتفال الخاص بقداسة البابا شنودة الثالث. تعالوا نشوف مع بعض البرومو الخاص بهذه الاحتفالية. يعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير قاعة المنارة بالتجمع الخامس. يشارك بالحفل كورال أم النور. يرفع الستار في تمام 8 مساء. يسعدنا مشاركتكم من خلال الدعوة الشخصية. لطلب الدعوات تفضلوا بزيارة مقر المركز الثقافي.